لله الحمد. أولا وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل على صحة ملكنا الغالي حبيب قلوبنا أبو فهد، الله يطول عمره، على صحة وسلامة وطول عمر يا حي يا قيوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويزول الباس، يزول الباس، يزول الباس، ما يرى باس ملكنا الغالي وجميع مرضى المسلمين. وحياكم الله في هذه الحلقة التي نجتمع وإياكم فيها ما بين السالفة والقصيدة والحكمة والموعظة والآية. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم، نعرف بخونا وحبيبنا وشيخنا وما شاء الله الحكمة كلها، وليجا يوم الخميس له طعم خاص مع هالضيف بالذات، أبو عبيد جلوي بن عبيد الدوسري. يا هلا يا هلا. يا مرحبا ويا مسهلا، ويسرني بهذه المناسبة أن أقول لكم هذه القصيدة. يا الله المطلوب يا من على خلقه يجود، الله المطلوب يا من على خلقه يجود، يا ولي العرش سبحانك الفرد الصمد، يا ولي العرش سبحانك الفرد الصمد، يا منزل سورة النور والطريق وهود، يا منزل سورة النور والطريق وهود، نطلبك نصر الشريعة وحكم البلد، نطلبك نصر الشريعة وحكم البلد. افرحي يا المملكة وانثري عطر الورود، افرحي يا المملكة وانثري عطر الورود، زادت الافراح واليوم ذا يوم السعد، زادت الافراح واليوم ذا يوم السعد، يا ملكنا يا فخرنا ترانا لك جنود، يا ملكنا يا فخرنا ترانا لك جنود، يا خنوره كلنا لك نوفي بالعهد، يا خنوره كلنا لك نوفي بالعهد، يا محمد يا ابن سلمان يا نسل الأسود، يا محمد يا ابن سلمان يا نسل الأسود، بعت فرقا بنا ما نخالف لك وعد، بعت فرقا بنا ما نخالف لك وعد، بعت فرقا بنا ما نخالف لك وعد، بعت فرقا بنا ما نخالف لك وعد. وسلامتك سلام سالم صح بالها صفوف اكيد بيلها صفوف وناس نحافظين. تطيب تطيب.